انضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مراسلنا فراس الدريمي. أهلا بك فراس. بداية، ما هي آخر المستجدات لديك خاصة بعد هذه الأنباء التي تحدثت عن وصول الكثير أو معظم الكتل السياسية إلى التوافق؟ نعم، يعني اليوم كان هناك تجمع لمعارض المحتجزين في قمة البرلمان لكي يقرروا مدى أو ماذا سيفعلون في الأيام القادمة، سوف يسرقون في الحكومة أم سيحبون أن يتهمون كتلة معارضة، قرروا أن يتهمون كتلة معارضة في قمة البرلمان. فتثبت بيد كل القوانين أو كل الأشياء التي سوف يعني لا تعجبه ولا تتماشى مع مصالحهم، وبالتالي قرروا أن يكونوا يكونوا معارضة، وأيضا يعني ينتظرون حسب يعني تعبيرهم أنه ينتظرون انضمام بعض النواب أو بعض الكتل إليهم لكي يكونوا كتلة كبيرة داخل قمة البرلمان، يستطيعوا ان يقرروا ما يريدون او يعترضوا على ما يريدون، اضافه الى انهم يحاولون ايضا عقد جلسه داخل قمه البرلمان اذا اكتمل النصاب عندهم وانتخاب هيئه رئاسه جديده يصلون على الموضوع. هم من قله اعداد من انسحاب الكثير من كتله الاحرار قد سحبت جناب الاعتصام ولم يتبقى سوى 40 نائبا وقفنا في البرلمان. نعم نعم فراس. نعم، يعني تم الحديث عن الدعوة التي قدمها مقتدى الصدر لأنصاره للخروج إلى الشارع والعودة مرة أخرى إلى الشارع للاعتصام، هل بدأت هذه الجموع من الاعتصامات فعلا؟ نعم، بدأت منذ يومين أو ثلاثة أيام، بدأ الأنصار في احتجاجاتهم واعتصاماتهم في شوارع العاصمة في العاصمة بغداد، خصوصا في وقت العاصمة في تحت التحرير تحديدا، إضافة إلى في المكانات القريبة أو المحيطة بجميع الوزارات، للضغط على الوزراء الاستقالة وللضغط أيضا بشكل عام على الحكومة من أجل الإصلاحات والإصلاحات المزعومة أو التي وعد بها رئيس الحكومة حيدر العبادي، إضافة إلى أنه تقديم الوزارة الكابينة الوزارية الجديدة فضلا عن أنه اليوم جميع المصارف والبنك المركزي العراقي قد أخلى مبالغ وموظفين وأعطاهم إجازة مفتوحة إلى أشعار آخر خوفا من حصول اقتحام لهذه المصارف من قبل. نعم، شكرا. من الظاهرين لأنه هناك نعم، وصلنا الفكرة. شكرا جزيلا لك فراس الدليمي مراسلنا في بغداد، وسنحاول العودة لك لمعرفة آخر التطورات هناك في نشرات إخبارية لاحقة.